الشيخ، هم يدرسون العقيدة التي تنسب إلى الإمام أحمد ظلماً وزوراً، والإمام أحمد من أئمة التنزيه وبارئ من هذه العقيدة التي فيها لوثات ولوثات ومطبات أيها الإخوة ومصائب وبليات. وقد رد عليهم في عقيدتهم الأخ نوعاً ما التفصيل البسيط طبعاً، ما التفصيل سريع جداً ما المقام لا يتسع، الشيخ الحنبلي الكبير الحافظ المحدث الفقيه أبو الفارج ابن الجوزي، جمال الدين ابن الجوزي، صاحب تلبيس إبليس والمنتظم إلى آخر هذه الكتب، وزاد المسير في التفسير، شيخ الإسلام له 340 مجلداً في المؤلفات هذا كمؤلفات، رد عليهم بكتابه المشهور دفع شبه أهل التشبيه بأكف أهل التنزيه، وقال لهم أنتم شوهتم مذهب الإمام أحمد وسلحتم عليه. سلحتم، هذه كلمة تستخدم الآن في المغرب العربي خاصة في ليبيا، بمعنى أكرمكم الله يعني إيش، قضيتم الحاجة الغليظة عليه. قال أنتم سلحتم على مذهب أحمد. من هذا؟ حنبلي، وهو الإمام ابن الجوزي. ثم شرع في الرد عليهم تفصيلا رحمة الله عليه في دفع شبه أهل التشبيه. هم يدعون أن هذه العقيدة هي عقيدة السلف الصالحين، عقيدة الرسول والصحابة والتابعين والأئمة الكبار، صحيح؟ نحن لا نؤمن بهذا ونخالفهم. ماذا ينبغي علينا كما قال أخ تفصيل أن نفعل؟ ينبغي علينا أن ندرس عقيدة المالكية والشافعية والأحناف تفصيلا كما كانت تدرس ولا تزال إلى الآن تدرس في الأزهر الشريف، في القيروان، في الزيتونة، في ديوبند أيها الإخوة، وفي معاهد العلم في الشام، وهي عقيدة الأشاعرة والماتوريدية، عقيدة الجمهور الأعظم من المسلمين، لابد أن تدرس تفصيلا وأن نحسن استحضارها والاستدلال والدفاع عنها أيها الإخوة.